بعد أن جف وادي الرمى اتجه المتنزهون الذين كانوا يتنزهون على وادي الرمى للبحث عن الأماكن التي أكثر فيها العشب بعد الأمطار التي سقطت على المنطقة. فهذا كم من المنتزهين على هذه المنطقة التي يوجد فيها أعشاب منوعة بعد سقوط الأمطار. ما شاء الله تبارك الله، كثير من المتنزهين أتوا إلى هذه المنطقة القريبة لمدينة بريدة علشان يتنزهون ويكيفون في هذه المنطقة. ما شاء الله تبارك الله، حركة قوية بهذه المنطقة من الكشاتة الذين يبحثون عن أماكن الربيع. فهذه المنطقة أكثر الناس يقول أنها فيضة، وهي ليست فيضة، لكن كانت أرض منخفضة، وكانت الأمطار أو بعض الشغايا ينزل ماها إلى هذا المكان، فكونت مجموعة من الإخضرار الربيعي. فمما دعا كثير من الناس اللجوء إلى هذا المكان القريب من مدينة بريدة والتمتع بهذه الأجواء. الناس الأماكن الربيعية كثيرة ومنتشرة في الأماكن الربيعية كثيرة ومنتشرة في كل مكان، لكن أكثر الناس يحبون أنه تكون المحلات اللي يجونها يكون فيها زخم من الكشاتة، لأن زخم الكشاتة لما يكون في المكان يبعث السرور والوناسة للجميع. فصوت الأطفال ما شاء الله، ولعب الأطفال والتعرف الأطفال على بعض من الجيران، هذا يعتبر من مكاسب التي يتجه إليها الكشاتة في المحلات التي تكون فيها زخم من المتنزهين. هذا المكان قريب من بريدة، هذا اللي خلى الناس انها تتجه له، واليوم السبت إجازة، خلى الناس انها تلجأ لهذا المكان. لكن نقول الله بالنظافة، لأن كل واحد يحب انه يجلس في هذا المكان ويتمتع في هذا المكان، لكن ان نكون متعاونين ونحافظ على النظافة، وكل واحد يشيل مخلفاته معه ما يخليها في هالمكان حتى يبتل نظيف ويكون مناسب للجميع. الحمد لله على النعمة، ما شاء الله تبارك الله. ما تحلو الكشتات والأناسب البر إلا لما تكون الكشات متقاربين من بعض، حتى انهم يستمتعون بهذه الرحلات ويكون هذه الرحلات. لكن الافضل ان الواحد ما يكون متقارب ما تكون السيارات متقاربه مع بعض، حتى كل واحد ياخذ راحته. والاكثر الان الموجودين هنا هي الاسر وهي العوائل، هي التي متواجدة هنا في هذا المكان. من زينة هذه الأرض إنها أرض متساوية وما فيها أشجار كثيرة، والإخضرار فيها ممتد على مسافات، مما يساعد على أن يكون المكان واسع للجميع. فالشتاء زينته انه مجال واسع بالتنزه، اذا ما في امطار في تجمعات مياه، واذا ما في تجمعات مياه في اعشاب تطلع من هذه الامطار، فيكون المتنزهين متنقلين
بين هذا وهذا. هذا زينة الشتاء. نتمنى للجميع رحلة سعيدة، وإن الله يستر عليهم ويعيدهم لأهلهم سالمين غانمين. لكن نتمنى زي ما قلنا أن الأماكن ها تحتاج إلى نظافة وتعاون الجميع، يعني شيء حزب القلب اللي شفناه بعدة أماكن على وادي الرمة، كيف الناس إنها تترك المخلفات حقاتها على وادي على مج على جال وادي الرمة، فشيء محزن الحقيقة نراه إنه أكثر الناس تتساهل بنقل المخلفات بعد انتهاء رحلته، وهذا واجب يعتبر إنه واجب يعتبر أول شيء إنه ديني، ثاني إنه وطني، إنك تحافظ على بيئة وطنك وتحافظ على المحلات التي يقصدونها الناس حتى يتمتعون زي ما تمتعت. لا تحرم الناس من الجلسة في هذه الأماكن برمي مخلفاتك تركتها بعد رحلتك. ما شاء الله تبارك الله. يعني هذا المكان اللي بيجي الصباح يفطر فيه، يضبط له فطور ويفطر ويستانس، وصار الساعة 9 كذا راح ينام. هذا زين، بعد صلاة الفجر تجي هنا وتفطر هنا، تستانس وتمشى، تمغط رجليك، يعني رياضة تمغط رجليك، يصير ما في أحد، يمكن نادر إن كنت تحصل لك في أحد، وتستانس. وبعد ما تستانس صار الساعة 9 اتجه لبيتك وخذها نومة. هذا زينة هذا المكان، لأنه قريب لبريدة، يعني ما يجي كيلوين تقريبا. الله يوفق الجميع. رحلة سعيدة إن شاء الله. الله يبارك. اللي بعرف المكان طبعا هذا طريق السيلان المتجه للأسياح، بعد ما تنزل تقريبا من الكبري حق الدائري وانت متجه للسيلان يجيك أول مديور تأخذه وراها الحزوم. تشوف الحزوم هذه، المكان هذا وراها حزوم، يعني طامر وراها حزوم وتطب عليه. ولا بعد الأفضل إذا كان شباب ومعهم فطورهم ولا ناقل عفش، انك وقف سيارتك على الشارع العام وانزل على رجليك، كلهم 100 متر تقريبا، 100 متر بدل ما تدخل وتحوس نفسك بين هالحصيان، انت وقف على الشارع العام، سامعك زمزميات تاخذهن، وسامعك فطورك العادي تاخذه وتجي رجل 100 متر. هذه سيارتنا احنا واقفين على الشارع العام، و100 متر يعني البعد تقريبا، وازين لك من الدخول والحوسه بين هالمناطق، هذه كلها مناطق محيوسه حقيقه، لانه يزال منها الطين، يزال منها شركات تزيل منها الطين، فصارت مخلوطه الارض. فالافضل اللي ما معه عائله انهم يقفون على الشارع العام كلها 100 متر، لكن معك عائله يلا خطوط كثار، دعوه اسمها خطوط كثار إلين تطب على هالمكان ده. الله يبارك إن شاء الله. نعمة من نعمه.